اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناه كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن مجموعه من الوثائقيات المتنوعه اللي شفتها في الفتره الاخيره، فتبقى حلقه ترشيحات كده لبعض الوثائقيات. اول وثائقي معانا هو تراست نو وان، ما تثقش في حد، وفي سوق العملات المشفره. يعني هو الفيلم ده بيحكي بقى عن مجموعه من المستثمرين اللي تم خداعهم من قبل بورصه للعملات المشفره في كندا، وفجأة اعلنوا عن وفاة الراجل اللي هو صاحب بقى الشركة في كندا، وكان جمع اموال الناس المستثمرين، فبدأوا بقى يشوفوا ايه اللغز ورا الراجل ده، هل هو مات ولا في سر لاختفائه، وهذا الكلام عشان نشوف فيه مفاجآت في النهاية. وبيحكي بقى عن كل واحد والقصة بتاعته، وازاي الناس بقى كانت يعني شافت ارتفاع في البيتكوين وكده، فجابوا بقى فلوس، وحد ممكن ياخد قرض عشان يروح يشتري ومش عارف ايه، وفي الاخر فلوسه وشقى عمره يضيع. فهل الراجل صاحب الشركة وصاحب المكان لتداول العملات المشفرة اختفى ولا مات ولا اتقتل؟ ده اللي هتشوفوه بقى في نهاية الوثائقي المثير عن موضوع النصب على المستثمرين دول، وازاي بقى يعني لعبوا دور المحقق الخاص انهم يبدأوا يكشفوا لغز وراء الموضوع. الوثائقي الثاني وهو جيمي سافيل، ده اعلامي بريطاني ومذيع ومقدم برامج بقى وحاجات منوعات وكده، وكان يعني مشهور جدا في فترات قديمه، وكان مصاحب الاسره المالكه وديانا وتشارلز ومارجريت تاتشر، ووصل يعني لاعلى المستويات، وكانوا بيثقوا فيه بقى للاعمال الخيريه وكل ما تتخيله. فهذا الوثائقي هو من حلقتين، يعني كل حلقه حوالي ساعه ونص تقريبا، وبيتكلم عن المجد الاسطوري اللي وصل ليه هذا الرجل مقدم البرامج، وازاي بقى كان يعني حاجة ايقونة في بريطانيا، ولكن تطلع عنه مزاعم معينة في قصة ولغز وراء هذا الرجل، وراء الجانب الخيري او الوجه الخيري اللي هو بيظهره، والجانب الملائكي اللي هو بيدعيه. ففي فضيحة كبرى هتبدأ تبان وتفوح الرائحة بقى من كل الجوانب عن موضوع هذا الرجل، وهل هو طيب وخيري كما يدعي، ولا في الجانب الشيطاني هيظهر. وثائقي كمان وهو Return to Space، وطبعا ده بيحكي عن إيلون ماسك وهذا الرجل الأسطوري العبقري اللي يعني دخل فيه مجالات كتير وبينجح فيها دايما، وإزاي في الوثائقي ده بيوريك إنه هو بيعيد المجد تاني لناسا، وإرسال يعني ناس لمحطة الفضاء الدولية، ودخول عصر جديد من السفر للفضاء، والتجارب بقى وإزاي بيبقى قلقان وهم بيطلقوا الصاروخ، وعايز طبعا يرجع كمان الجزء منه بأمان، ويعمل تجارب بقى ومعاه المهندسين والناس دي كلها، وحسابات دقيقة جدا عشان يقدروا يظبطوا الموضوع، والخوف الشديد من الفشل وازاي نجح في التجارب بتاعته وعاد تاني الهيبة لناسا وعصر الفضاء. وثائقي عن مارلين مونرو، نجمة الكبيرة، نجمة صاحبة الافلام الشهيرة جدا، وهو هنا بيتكلم عن لغز موت مارلين مونرو. طبعا عارف ايه مارلين مونرو، يعني هي زي ما هي نجمة كبيرة، بعد موتها في الستينات ظهرت العديد من نظريات المؤامرة، ارتباطها بقى بعائلة كينيدي، طب هل هم قتلوها، طب هل الـ FBI قتلها، لدرجة ان في نظرية من النظريات بتقول ان حاجة انها كانت عارفة اسرار عن موضوع تجارب كده وحاجات خاصة بالكائنات الفضائية ومش عارف ايه، فتم قتلها. كان في عدد من نظريات المؤامرة. ففي الوثائقي ده هو مجموعة من اللقاءات المسجلة، وبيبدأ يحكي عن تجاربها مع الزواج، وكمان زواجها من نجم رياضي ومن الكاتب ارثر ميلر، وعدد من يعني العلاقات اللي هي دخلتها، وعلاقتها مع عائلة كينيدي ورئيس امريكا في وقتها، وازاي بقى دخلت المصحة وكده وماتت ازاي، ويعني بيكشفوا بعض الالغاز الخاصة بوفاتها، وبيعيدوا تاني التحقيق في الموضوع، لان يعني لسه لحد دلوقتي الموضوع ما يعني تقدر تقول ان هو ما اتحسمش، هو اتحسم مثلا في التحقيقات وفي القضاء وكده، انهم قفلوا الموضوع خلاص وقفلوا الملف في الثمانينات، ولكن هو الموضوع لسه لغز بالنسبة لناس كتير، وناس تقول عشان كان جوزها التاني اللي علاقة بموضوع الشيوعية وكل بقى الحروب اللي كانت على الشيوعيين في هذا الوقت، فقالوا ان روبرت كينيدي هو اللي قتلها،
يعني دي النظريات مش اللي في الوثائقي. والوثائقي طبعا اتكلم على موضوع عائله كينيدي وكده وعلاقتها، وجاب يعني جوانب من هذا الموضوع والتجسس والكاميرات وحاجات كتير خاصه بالموضوع ده. ولكن في نظريات بتقول ان روبرت كينيدي قد يكون هو اللي قتلها للتستر على العلاقه بتاعتهم، او نظريه تانية بتقول عشان هي كانت عارفه كتير، كانت هتكتب تفاصيل كتير عن حياه هذا الرجل وكانت هتفضح الدنيا فتخلص منها، او ان السي اي اي قتلتها. يعني في نظريات بقى، وكل دي حاجات ما لهاش ادله حاسمه، يعني ده كلام كده بيتقال في مقالات وناس بتبدا تطرح نظريات من عندها. ولكن هذا الوثائقي بيجيب بقى بعض المكالمات مع شخصيات فنانين اصحابها او ناس في البيزنس بتاعها وموضوع السينما وهذا الكلام، وبيحاول يوصل لحقيقه عن ازاي هي ماتت. الوثائقي عن نجم كولومبي شهير، وهو الوثائقي بعنوان بروكن ايدل. ده مش يعني مش وثائقي مميز قوي، يعني هو التانيين افضل منه، ولكن هو بيتكلم على نجم كولومبي برضو، بيوريك مراحل شهرته وكل التفاصيل بتاعت حياته، وصوله بقى لمرحله يعني للقمه في النجوميه في كولومبيا وكده. وبعد كده بيكتشفوا بقى ان في معجبه كانت اصغر سنا منه، وهل هو ضربها وقتلها، وفي جرعه مخدرات زايده، ونشوف التحقيقات بتوصل لفين. ولكن هو مش وثائقي بالقوه الكافيه. وثائقي بقى عن عالم الفضاء والكون وكده، وهو The Hunt for Planet B. وهنا بنشوف بقى المشروع الكبير والتلسكوب الضخم العملاق، تلسكوب جيمس ويب، وازاي بقى ان دي كانت خطوة طموحة لاكتشاف عالم جديد من الكواكب وتصوير بقى وعالم المجرات واقتحام الكون، ومحاولة ايجاد كواكب خارج بقى يعني المجموعة الشمسية وكده، هل هي يعني في حاجة صالحة للحياة ولا لا. فهي تجربة جديدة لاقتحام عالم الفضاء والمجرات، وبيوريك بقى ازاي التلسكوب ده والخطوات بتاعته وبعض المكونات وخطوات العمل وكلام العلماء عنه. ووثائقي مميز بقى عن عالم الديناصورات، وهو Dinosaurs The Final Day. بيتكلم عن الايام الاخيره بقى في عصر الديناصورات قبل الانقراض، وتصوير بقى طبعا استخدام بقى السي جي اي، وفي خدع معينه ومؤثرات مستخدمه، وكانك بتشوف الديناصورات قدامك بقى، وفي منها اللي بيطير وكده، والاحداث اللي حصلت قبل عمليه الانقراض. وبنشوف عدد من مواقع الحفريات وازاي العلماء كانوا بيكشفوا بعض الحفريات عن يعني للديناصورات وازاي انقرضت يعني قبل 66 مليون سنة. فهو من الوثائقيات المميزة للي بيحبوا بقى الحاجات اللي هي العلمية وموضوع الحفريات والكلام عن الديناصورات في اشكال بقى مجسمة، وكأنهم يعني هم قدامك وكأنك بتشوف ديناصورات حقيقية. لان المقدم هنا اصلا هو مميز جدا، وهو طبعا اعلامي شهير جدا وقدم كتير من البرامج والوثائقيات العلمية. ووثائقي برضو بيتكلم عن الكوكب، وهو وثائقي بعنوان Eating Our Way to Extinction. نحن لو فضلنا ناكل بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين عليها، واستهلاك اللحوم ومزارع بقى للحيوانات وكل هذا الكلام، فبتأثير ده بقى على الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وهل احنا بنضر كوكب الارض وهنقود انفسنا للانقراض بسبب طبيعة استهلاكنا للحوم او القطع الجائر كمان للاشجار عشان نبني مكانها في بعض الاماكن في الامازون وكده، ونبني مكانها اماكن بقى لرعي الحيوان والدواجن وكل التفاصيل دي، هل ده يؤدي لانقراض الكون؟ يعني هو بيتكلم برضو من وجهة نظر يعني للحفاظ على الكون، وفي نفس الوقت هو بينصحك بنظام غذائي اخر يعني زي النظام النباتي. ولكن هو مش توجيه يعني للموضوع ده بشكل رئيسي، ولكن هو بيوريك اضرار العملية دي. ولو انت حتى فاكر ده، يعني الفيلم بيعقدك لدرجة ان هو بيقولك لو انت فاكر ان انت لو اتجهت للاسماك بقى والسلمون وكده، فانت رايح لحاجة افضل مثلا من اللحوم، فبيوريك برضو كوارث وامراض في مزارع السلمون والاسماك وكده، وانتشار للاوبئة في الاماكن دي. فهو الفيلم يعني هدفه يعقدك من الفكرة دي، وعملت ايه مزارع الابقار في البيئة والدواجن، وازاي الناس بقى يعني بيضر بقى المناخ وبيسبب ايه الازمة في الاحتباس الحراري. فيقول لك ان احنا لو فضلنا بنفس النمط الاستهلاكي وطريقة الاكل دي، هنقود انفسنا للهلاك والانقراض. The Most Unknown. الفيلم ده غريب جدا ومميز. هو بيوريك مجموعة لقاءات ما بين
تسع علماء، كل واحد في مجال، واحد بقى في كذا في الفيزياء، والتاني في البيولوجي، وواحد في علم النفس، يبدأوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا على بعض الأسرار والحاجات اللي هي تعتبر قضايا غامضة في المجال بتاعهم. واحد مثلا يتكلم على حاجة في الفيزياء، وتيجي مثلا بيجي بتاع علم النفس يقعد معاه يقول له ايه الكلام ده وكذا، ويحاول يفهم منه كمبتدئ، يوريك ان هو يعني العالم ما بيفتيش في علم تاني، يعني هو بيقعد قدامه كده كأنه تلميذ. واحد مثلا جاي بتاع علم نفس وهو عالم كبير او دكتور كبير جدا وبيعمل ابحاث وحاجات كتير كده، ولكن بيقعد قدام بتاع الفيزياء كانه تلميذ مش فاهم الابجديات حتى، بيقعد يسمع. بيقولك اهميه الاستماع كده، وانك تفهم من المتخصصين وكلامهم مع بعض بقى، وحوار راقي جدا ما بين مجموعه من العلماء، وتشوف حاجات كتير في مجال بحثهم وازاي بيعملوا الكلام ده كله، والمختبر مثلا بتاع الفيزيائي انه ندخله من جوه ونشوف طبيعته عامله ازاي، واللي بيعملوا ابحاث في البيولوجي مثلا، وحد تاني بياخد عينات على كائنات دقيقه، والحوارات بينهم بقى يعني حوارات علميه، ولكن بتبسيط طبعا للمصطلحات عشان المشاهد العادي يحاول يفهم ايه القضيه اللي هم بيتكلموا عنها. كان في تصوير مميز جدا، وكل شويه بينتقلوا مع بعض بقى لمواقع وكهوف واماكن مميزه جدا، وحاجات ممكن ناس كتير اول مره تشوفها، والمختبرات دي من الداخل، والساعه الذريه، وحاجات كتير وغريبه بقى خاصه بالتخصصات القويه دي في العلم. ودي كانت حلقتنا عن مجموعة من الوثائقيات اللي شفتها في الفترة الأخيرة، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.